الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي. لو انا عندي مشكله، انا جوزي اتجوز عليا، ايوه. بقاله سنه دلوقتي وانا ساكنه في بيت عيله، وللاسف مش عايزه اطلقني. اتجوز عليكي بقاله سنه، عرفتي ازاي؟ هو يعني خطب وعمل فرح واتجوز وعاش معايا وسابني انا والعيال. ما هي ولد وبنت، ولا بيصرف ولا بيجي يشوف العيال، بتحايل عليه تعالى بص العيال، تواجد مع العيال، مفيش. يعني ايه؟ يعني هو خد بعضه وراح خطب وعاش فترة خطوبة وبقى يروح لخطيبته؟ سنة كاملة خطوبة، ودلوقتي بقى له سنة متجوز، تعالى حتى بص على العيال، والله العظيم ما عايز يجي بص. نسي عياله خلاص؟ نسيهم لدرجة ان العيال بيقولوا بابا مات، احنا بابانا ميت. لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما بيسأل فيهم. ومحدش من العيلة اللي انت عايشة في وسطها لا انا بيكلمه؟ قاعده في بيت عيله متواجده معاهم في البيت، محدش ولا حد بيكلم. عايز يساعد، غير ان هو انكر وجودي، مطلعني مطلقه قدامهم، مطلعك مطلقه قدام مين؟ قدام اهله، قدام الجيران، وقدام الناس كلها. يعني هو انت على ذمته بورق رسمي وهو مطلعك ايوه انا على ذمته. يعني امه اللي تحتك فاهمه انك مطلقه؟ وابوه وبيته. طب وانت ما بتقوليش ليه انا ما اتطلقتش ومفيش مين قسيمه هيصدق؟ وفين الكلام ده؟ مين هيصدق؟ انا ما باجيش وما بصرفش وما بقعدش معاها، وانا باجي اخبط على باب البيت عشان اشوف عيالي. طب ما هو ما بيجيش يشوف العيال. ما بيجيش لما اللي فين وفين، لما بيجي مثلا في عيد ولا في مناسبه، بيجي يخبط على باب البيت عشان يعمل حسابه ان انا بغض بصري، وان انا ما بدخلش ولا بعمل حاجه حرام ولا اي حاجه خالص. يعني واحده هو بتطلقني. كذب الكذبه وصدقها؟ كذب الكذبه وصدقها. طلقني، يقول لي لا انا خايفه اطلقك، لان انا عارف ان انا اول واحد هخسر. طب هو ما فكرش فيكي انتي؟ ما فكرش في ان انتي ليكي حقوق عنده؟ خالص والله العظيم. انا ما بدور على حقي، بدور على حق عيالي. تعالى بص على العيال، اتعامل، شوف الولد والبنت محتاجينك. البنت في سن مراهقه محتاجاك، محتاجه ابوها، الولد محتاج. وللدرجات دي العروسه الجديده لحست دماغه يعني؟ لحست دماغه وعملوا بقى نسب مع بعضهم، وهي خلت اخوها اتجوز اخته، ودخلوا في نسب ودخلوا في شراكه بقى. يعني هم كمان دخلوا نسب بينهم، اخوها اتجوز اخته. ايوه يعني اهل، يعني اهل جوزك عارفين بيها؟ ايوه طبعا، وبتيجي عندهم تحت في البيت، بتيجي كمان. ايوه وبتيجي وبتقعد وبتتعزم وعادي وبتبات، وهو بيجي معايا عادي. وهي كمان دلوقتي واصل لها ان انت متطلقه؟ طبعا، ده كان شرطها الوحيد ان انا اتطلق. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وانت ايه يا بنتي اللي مصبرك على كده؟ مصبرني ان انا مش عايزه عيالي يتربوا مفارقين، انا عايزاهم يتربوا بين اب ايه اعزل. وفين انت الاب؟ اتجوزتي وده شرع ربنا. انت عايزه اولادك يتربوا بين اب وام، فين الاب؟ طيب انا مش انت طبقت شرع ربنا؟ اعزل، مش هو ما يعرفش شرع ربنا. بصي مفيش، خلينا بس نقول كل حاجه نحطها في مكانها. اللي زي ده ما يعرفش ربنا ولا يعرف شرعه. شرع ربنا مش انه يسيب عياله ويرميهم عشان يتجوز من واحده تانيه. على فكره الرجاله للاسف مختصره القران كله في مثنى وثلاث ورباع. نسيوا وان خفتم الا تعدلوا فواحده. هم ما يعرفوش شرع ربنا. اللي زي جوزك ده ملوش علاقه بشرع ربنا، بعيد كل البعد عن شرع ربنا. هو شرع ربنا يقول ان هو يهجرك ويفضل سنه كامله هدر حقك كزوجه؟ ولا عارف اخد حق، ولا عارف اخد حق، ولا عارف اخد باطل معاه، ولا اي حاجه خالص. طب طلعني، انا عايزه اطلع، عايزه حريتي. لا انت كده كده مش هتتجوزي واحده بالعيال. وليه كده كده؟ ليه حق؟ ليه كرر لك؟ يعني هو بيكرر في حياته، ليه بيكرر عن ليكي انت؟ ليه بيقرر انك كده كده مش هتتجوزي؟ انت شتري عيالك، انا سايب لك البيت وسايب لك العفش، واقعدي ربي العيال. انا مش عايزه البيت والعفش، انا عايزك انت، انا عايزك انت لعيالك. ما فيش. طب انت ما اتكلمتيش معاه؟ انا راضيه بانك اتجوزتي. والله العظيم كنت اتكلمت، بس اعدل يعني. انت ما اتكلمتيش بفكره انا راضيه وانت ما فيش مشكله، بس اعدل بيني وبينها. والله قلت خلاص تمام ماشي، انا راضيه وكل حاجه، وده شرع ربنا عشان ما نعترضش. واعدل هنا شويه وهنا شويه، بس خليك متواجد مع العيال. مرضوش، رفض نهائي. وهي خلفت ولا لسه؟ لا مرضاش كمان، هو اللي مرضاش. والله ده بجح وقليل الادب وما يعرفش ربنا. وما تكمليش معاه، ما تكمليش معاه، قولي له هتطلق بس حتى لو هقعد يبقى الكلام اللي انت بتقوله يتحقق. مش اهلك عارفين ان انا مطلقه؟ فعلا اكون مطلقه. ايوه وفعلا هرفع قضيه. وعرفي اهله الحقيقه، واعرفيهم ان انت مش مطلقه، وقولي لهم اللي هو بيقوله انا هنفذه فعلا، لكن انا مش مطلقه.
وابنكم هو اللي ما يعرفش ربنا وما بيخافش ربنا وملوش علاقة بالرجولة، لأن الراجل الجدع ما يظلمش مراته الأولى عشان راح اتجوز من واحدة تانية. أنت عمرك ما تكون راجل جدع. الراجل الجدع يبقى منصف في كل حاجة وما يظلمش حد عشان نفسه ولا عشان مصالحه أو أغراضه. أنت مالكش علاقة بالجدعنة، أنت مش جدع ومش راجل. أنا بجد عندي حالة من الانهيار، أنا مش قادرة أفهم. وإزاي أنت راضية؟ سنة كاملة بينكر وجودك، بينكرك كزوجة؟ إزاي أنت قبلتي إنك أنت تنكري كزوجة ويقول أنا مطلقها؟ بيقول كده أنا مطلقها عادي، أنا مطلقها وقلبي يغض البصر، أنا لما باجي البيت لا مش عايزة، ما بدخلش البيت أصل أنا مطلقها. إيه ده؟ وزوجته الجديدة تيجي وتتضايف وتاكل وتشرب وتنام وفاهمة كمان إنك مطلقة ومرمية فوق بتربي العيال. إيه القهر ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والظالم مش هيتحاسب لوحده. يلا اتحاسب انت واهلك اللي مطوعينك والزوجه الجديده اللي فرحانه وكان شرطها انك تطلق الزوجه الاولى. على فكره اي زوجه خدت راجل من مراته وحكمت عليه انه يطلق الاولى ربنا مش هيبارك لك ابدا، لانك انت كل قصتك انك تبقي بتستحوذي عليه وتقولي اه ده انا بقى بتاع لوحدي، ما بتفكريش في ست زيك ممكن تتقهر وتموت وتحزن ويبقى عندها عيال ومسؤوليه ومش عارفه تراعي ربنا في عيالها ومش عارفه تراعي عيالها بسببك عشان انت ما راعيتيش ربنا فيها. فاي ست، اي ست طلبت من راجل عشان اتجوزك تطلق الاولى تبقى انت ست ما تخافيش ربنا، او عشان اتجوزك ما تلمس الاولى، او عشان اتجوزك ما تروحش بيتك الاول. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسابك كبير قوي عند ربنا. والظلم ظلمات يوم القيامه، وزي ما حكمتي على ست زيك تعيش تعيسه عمر ما ربنا هيساعدك ابدا ولا هتنولي هنا في الدنيا، لان محدش بينول الهنا وهو ظالم، محدش بينول الهنا وهو باني سعادته على تعاسه حد تاني.